احمد. بتعليمات من نائب رئيس الحكومة منطقة جنوبية استاذ سالم الزادمة، قام جهاز الامداد الطبي فرع منطقة جنوبية بدور رئاسة الوزراء منطقة جنوبية بعطينا بعض المستلزمات الطبية وبعض الأجهزة والمعدات التي تساهم في سير المركز، يعني أجهزة معدات طبية وبعض المستلزمات كحول طبي ومعقمين وأنابيب وتيوبات وبعض الأجهزة يعني التي متوفر لديهم، عرفت؟ والله في بعض الأجهزة تنقص ومستحقين لها واجد، يعني مازال مستحقين، مازال يعني في مازال عندنا نقص ياسر وكبيرة. نوجه له نداء يعني بالاستعجال في التوفير، مش حتى يعني انه بيوفرنا، لان احنا في طور النمو قاعدين، مازال في